السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقى الوفد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري والذي قال عنه الكثير أنه خليفة رياض محرز اللاعب بلال عمراني على تواجده لأول مرة مع المنتخب الوطني الجزائري، حيث قال لاعب فريق كلوجا الروماني خلال المنطقة المختلطة أمسية اليوم الاثنين: أنا فخور بالتواجد لأول مرة مع المنتخب الوطني، تمثيل بلدي هو أكبر شرف بالنسبة لي، كنت في منزلي فتلقيت اتصالا هاتفي يخبرني باستدعائي للمنتخب الوطني فلبيت دعوة، لقد مررت بموسم جيد مع فريق كلوجا الروماني رغم معاناتي في بداية الموسم من الإصابة، وأكملت الموسم بـ7 أهداف و11 تمريرة حاسمة.